في استاذ هشام الحاج، ممكن عرفنا عن حالك اكثر؟ هشام اسماعيل الحاج، مدير تعليم الوسطى. كان لوزاره التربيه والتعليم دور كبير في مواجهه كورونا من حيث اعداد البرامج والخطط التي تراعي الجانب الصحي والانفرادي والتعليمي. وطبعا احنا نشكر وزاره التربيه والتعليم على هذه الجهود القيمه، منها تفعيل التعليم الوجاهي تاره، وتاره اخرى تفعيل التعلم عن البعد باساليب وطرق والياته المختلفه، بالاضافه الى اطلاق مجموعه من المبادرات على الميدان نحو مواجهه كورونا. ايضا وضع خطه للتعليم الامن او وجود مدرسه امنه خاليه من كورونا، وطبعا نهج كمان ايضا يعني اعداد البروتوكول الصحي للعوده الامنه. احنا الرساله كانت رساله من اول توعويه من ناحيه صحيه، من ناحيه قيميه، من ناحيه طبعا صحيه، ونحن نتعامل مع اطلاق او تمكين المعلمين وكل العاملين في الميدان من الجانب الصحي من خلال دورات، لقاءات، ارشادات، ايضا تفعيل واطلاق المبادرات المدرسيه التي صمت اتجاه مواجهه كورونا، ايضا دعوه الى انشاء وخلق طالب قيمي يمتاز بالسلوك الصحي والارشاد الطيب. مدرسه خالد الوليد يعني من المدارس الرائعه تحمل رايات التفوق والنجاح من الزمن، وطبعا هذه الرساله بالصمت في اطار اتجاهين، خلق طالب يمتاز بالجانب الصحي وايضا هو يحافظ على صحته، وايضا من ناحيه قيميه انه قيمه التمسك بالصحه موجوده للطالب، الطالب ينقلها بالتاثير الى اسرته وطبعا مجتمعه. يعطيك الاستاذ وليد عطيه، رئيس شعبه الصحه المدرسيه ومسؤول التدقيق الصحي في مدارس الحكومه في الوسطى. تشرفت. قسم الصحه المدرسيه والاداره العامه للصحه المدرسيه لها دور مهم كبير 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 في المدارس، وخاصه من ناحيه اللي هو تحقيق المستوى العالي من الصحه المدرسيه لطلابنا ومعلمينا والعاملين في جميع المدارس. طبعا بتقوم اللي هي قسم الصحه المدرسيه بالمتابعه يوميا لطلابنا والمرافق الصحيه والاماكن الموجوده داخل المدرسه. طبعا فريق متكامل من الصحه المدرسيه مع اللي هو التعاون مع مدير المدرسه ومع المعلمين، ومنظم بالحته المجتمع، بالحته ولي الامور، بالحته الطلاب، الالتزام بالبروتوكول الصحي الموجود داخل مدارسنا الذي تم تصميمه من قبل وزاره التربيه والتعليم والاداره العامه للصحه المدرسيه. فيجب على معلمينا، على طلابنا، على المجتمع له التزام في البروتوكول الصحي المتبع في مدارسنا، الالتزام بالكمامة، الالتزام بالجل. اسمي عبد الناصر سليم أبو كولا، بكالوريوس كيمياء صناعية، عضو مؤسسة شركة مصانع القدس للصناعات الكيميائية روزان. أعمل في الشركة مدير إنتاج للتصنيع في شركة مصانع القدس روزان. كجزء من المجتمع المدني، كشركة وطنية محلية، نسعى دائما ان نكون جزء اساسي في المجتمع المدني، نساهم دائما في دعم المسيره التعليميه بالذات، لان احنا كشعب مسلم امه اخرى لازم ندعم التعليم ونحافظ على المسيره التعليميه. فكان نشعر لزاما وطنيا ودينيا واخلاقيا ان نقف الى جانب المؤسسات التعليميه بالذات مدرسه خالد بن الوليد لدعمنا ومدها بالمواد المعقمة والمضافة للحفاظ على صحة الطلاب. أبناء الطلبة جميعا ندعوهم للالتزام بالمعايير الصحية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الجسدي والمحافظة على التعقيم دائما باستمرار، للمحافظة على الصحة العامة، لأنه الشباب الفلسطيني والطلاب هم العماد الرئيسي للمجتمع والمستقبل. أخوكم في الله المهندس محمد الغالي، مدير بلدية المسيرات. شرفنا. بلدية المسيرات شرعت منذ بدء الجائحة بعدة إجراءات قامت من خلالها بعمال التعقيم المستمر لجميع المرافق، والتي شملت مرافق التعليم خاصة المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس،
قامت البلدية على ما بشكل مستمر تعقيم الفصول المدرسية وتجهيزها للدراسة، بالإضافة لأعمال التنظيف المستمرة لتلك المرافق بصورة دورية ومستمرة. علاوة على ذلك، قامت البلدية بأعمال التقييم وتشجير الأشجار والحدائق الموجودة في المدارس ورعايتها بصورة مستمرة من قبل قسم الصحة والبيئة. كذلك وفرت البلدية مواد تعقيم أيضا بمساعدة المدارس بالتخلص من النفايات بصورة مستمرة بصورة يومية، تخلص من كميات النفايات الموجودة داخل المدرسة. كذلك عمل حملات نظافة داخل المدارس من قبل الطواقم الخاصة بعمال صناع الجمال المدرسة.